أحيل الكلمة الآن للسيد أحمد طالب عبد الله صاحب السؤال رقم 538. شكرا السيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السيدة الوزيرة، السادة الوزراء، زملاء النواب، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الواقع أن طرح السؤال هذا بناء على نظرة مستقبلية، والحمد لله أنها تدخل ضمن الالتزامات المطروحة. فخيارات الوطن معروفة موجودة في صحرائنا الشاسعة، فهي مصدر للثروة لما تزخر به من مميزات، سواء من حيث المساحة أو الموارد المائية أو الطاقات، وجعلها عرضة للأطماع والتربصات إلى حد الساعة منذ الاستعمار الفرنسي. وهنا أقف إجلالا وإكبارا للشهداء مظاهرات 27 فبراير 1962 الذين سقطوا بولاية ورقلة، وأكدوا على وحدة هذا الوطن، وكانت ضربة قاسمة لقوات الاستعمار والوفد الأممي المرافق له. لهذا ضرورة الاستغلال الأمثل لهذه الثروات بشكل مستدام، أقول بشكل مستدام، الذي ينعكس على حياة الساكنة، مما يعزز سيد الرئيس دعائم المواطنة، وأركز يعزز دعائم المواطنة. فالأزمة المالية التي تمر بها البلاد ناتجة في الأساس عن الاعتماد الكلي على عائدات المحروقات، وهذا من شأنه أن يحفز إرادة التوجه نحو مصادر بديلة ونظيفة ومستدامة. وأهم هذه البدائل تطوير الفلاحة الصحراوية، التي يجب أن يكون الانشغال أكبر لجعل صحرائنا قطبا فلاحيا كبديل للاقتصاد، وهذا بفضل المؤهلات المائية وتوفير الوعاء العقاري وخصائصها التي تجعل من منتجاتها ذات قيمة غذائية عالية وتنافسية. وهذا يتطلب أيضا رفع التحديات الاجتماعية والاقتصادية من أجل تطوير هذه الزراعة وتحسين منتجاتها من حيث النوعية والكمية والتحويل والتعليب والتسويق والتخزين، وتحفيز النشاطات المرتبطة بها كالتكوين وتشجيع الاستثمار. سيد الوزير، ما هي الإجراءات المتخذة والتي تنوون اتخاذها من أجل تطوير الزراعة الصحراوية والتدابير المحفزة لذلك وفق استراتيجية شاملة من أجل تنمية مستدامة؟ وشكرا. وأحيل الكلمة الآن للسيد وزير الفلاحة والتنمية الريفية ليجيب عن سؤال السيد النائب، فليتفضل. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني المحترم، السيدات والسادة أعضاء المجلس الشعبي الوطني المحترمون، السيدة والسادة الوزراء، أسرة الإعلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أغتنم هذه المناسبة لتقدم بشكر الخالص إلى السيد النائب أحمد طالب عبد الله على السؤال الذي تفضل بطرحه، والمتعلق بالإجراءات المتخذة من أجل تطوير الزراعة الصحراوية والتدابير المحفزة لذلك وفق استراتيجية شاملة لتنمية مستدامة، وذلك دليل على اهتمام الذي يوليه القطاع الفلاحة والتنمية الريفية. والإجابة على الانشغال المطروح، لابد من الإشارة إلى أن دائرتنا الوزارية تولي اهتماما كبيرا بالنسبة للتنمية الفلاحية والريفية في المناطق الصحراوية، ولقد تم تعزيز قطاعنا بوزارة منتدبة مخصصة لتنمية الزراعة الصحراوية والجبلية، وهذا الإجراءات التي اتخذها السيد رئيس الجمهورية، لا سيما أن مخطط عمل الحكومة الذي تمت المصادقة عليه في البرلمان مؤخرا قد أدرج محاور أساسية لتطوير هذه المناطق من خلال العمل على أولا ترقية واستحداث المشاريع الزراعية الصناعية الكبرى في الشعب الاستراتيجية من أجل إيجاد بدائل عن الواردات المنتجات الفلاحية القاعدية كالحليب، القمح، السكر وإلى آخره.
تعزيز قدرات التأطير التقني والتسيير للفلاحة الصحراوية من خلال إطلاق معهد للفلاحة الجنوب، وهذه أيضا تدابير سيد رئيس الجمهورية. إعطاء الأفضلية لتنفيذ البرنامج في المناطق الحدودية. تهيئة وترقية المراعي الصحراوية. إعادة الاعتبار للنظم الواحات التقليدية وتنمية النشاطات المهيكلة. تعزيز آليات الدعم الموجهة لتشجيع الاستعمال الطاقات المتجددة. واليوم جاري ملتقى وطني لتدعيم استغلال هذه الطاقات المتجددة خاصة في المناطق الصحراوية. ولا يسعني في هذا المقام وبغرض التوضيح بأن المناطق الصحراوية قد أصبحت من الروافد الحقيقية للتنمية الفلاحية بالنظر لما تتوفر عليه من مقدرات ومؤهلات طبيعية وبشرية، حيث أشير إلى توفر هذه المناطق على قدرات موارد مائية هائلة وعلى مساحات هامة لصالحة للزراعة. فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية الخاصة بالمناطق الصحراوية، فقد بلغت نسبة مساهمة هذه المناطق في الإنتاج الفلاحي قيمة مضافة حوالي 21.6%، أي 755 مليار دينار جزائري من الإنتاج الوطني، هذه نتاج الزراعة الصحراوية. وقد عرفت أهم المنتجات الفلاحية ارتفاعا ملحوظا. فبالنسبة لثروة النخيل فهي تحتل حاليا 164 ألف قطار بإنتاج يقدر ب 11.2 مليون قنطار من التمور، والخضروات بمساحة مسقية تبلغ حوالي 60 ألف قطار بإنتاج يقدر ب 35 مليون قنطار. أما بالنسبة للثروة الحيوانية وخاصة الإبل والمعز فقد أدرجت ترتيبات محفزة في إطار سياسة الدعم، هذا ما جعل القطيع يعرف تطورا ملحوظا. وفي نفس السياق يتم ضمان توفير الأعلاف لا سيما في مادة الشعير للموالين من خلال تقريب الهيئات الخاصة بتوزيعها من خلال استحداث نقاط لبيع التابعة للديوان المهني الحبوب، وآخرها يوم 24 كنت أشرفت على التدشين في منطقة حدودية لبرج باجي مختار. وكذا توفير التغطية الصحية الحيوانية عن طريق المصالح البيطرية عبر تعزيز قدرات المراقبة وإنشاء مراصد بيطرية للمراقبة، إضافة إلى الشروع في عملية تعداد القطعان والحصول على وسائل النقل. كما تتوفر المناطق الصحراوية على العديد من المؤسسات والهيئات التأطير المختلفة، خاصة محافظة تنمية المناطق الصحراوية والمعهد التقني للزراعة الصحراوية ومحطات البحث والتنمية التي تعمل بهذه المناطق. ولقد تم أيضا إنشاء المجلس المهني المشترك لشعبة الإبل ليكون فضاء للتشاور والحوار بين مختلف الشركاء المعنيين بتنظيم المهنة، والذي يخص حوالي 16 ولاية. وفي مجال التمويل يجدر التذكير بأن الولايات الجنوبية قد استفادت من غلاف مالي سنة 2018 يقدر ب 4.6 مليار دينار، فيما استفادت من 4.2 مليار دينار من أجل تطوير تربية الإبل والمعز. كما خصصت في ميزانية الدولة مبلغ يقدر ب 400 مليون دينار جزائري لدعم المربين الصغار خلال السنة للمستثمرين الفلاحيين لولاية الجنوب لسنة الحالية 2020، بالإضافة إلى التحفيزات المالية السنوية المقدمة فيما يتعلق بضبط الإنتاج الفلاحي وتطويره وتطوير الري الفلاحي وترقية اقتصاد الماء وتطوير الحبوب واقتناء الأسمدة واستعمالها. ينبغي الإشارة أيضا إلى رفع التجميد على الموارد المالية المخصصة لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية بمبلغ إجمالي يقدر ب 244 مليون دينار جزائري، منها 174 مليون دينار جزائري موجهة لإعادة الاعتبار وتجهيز مراصد الصحة الحيوانية بولاية أضرار تمرست وتندوف، و70 مليون دينار جزائري مخصصة لاقتناء مركبات وسيارات مكيفة مع المناطق الصحراوية، وذلك لتدعيم التغطية الصحية للبياطرة، وهذا شيء نشكر فيه الحكومة لدعمتنا هذا الطلب. إن هذه النتائج المحصلة عليها هي نتيجة مختلف البرامج المنجزة من قبل الدولة، سواء تلك المتعلقة بالقطاع أو البرامج التي تمت من قبل السلطات المحلية والتي تضمنت سياسة الدعم المرافقة في إيصال الكهرباء والدعم الطاقة الكهربائية ب 3500 دينار جزائري الهكتار، وتعبئة الموارد المائية من خلال حفر الآبار واستعمال الأنظمة المقتصدة للمياه بنسبة دعم ما بين 50% إلى 60%، وتبني الطاقة المتجددة. ولكون الموارد المائية عنصرا محددا في هذه المناطق، فإن الوزارة تسعى بمشاركة وزارة الري إلى الموارد المائية إلى توسيع المساحة المسقية
إلى 700,000 هكتار في آفاق 2035 من أجل تعزيز توازن نظام الإنتاج الوطني واستقرار المنتجات الفلاحية تماشيا والتغيرات المناخية وسد الاحتياجات الوطنية. إننا على يقين بأن المناطق الصحراوية بما تزخر به من ثروات وإمكانيات وما تكتسبه من قدرات بشرية وتجارب ناجحة القادرة على إيجاد مناهج وطرق عمل جديدة من أجل رفع تحديات وتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وذلك من أجل مخطط عمل الحكومة الخاص بتنمية المناطق الصحراوية، إذ سيتم بصفة موجزة فيما يلي: أولا، إنشاء نموذج جديد لاستغلال في الفضاءات الصحراوية واستخدام تقنيات مبتكرة في الإنتاج والمنتجات الاستراتيجية الموجهة للتصدير، تحديث تقنيات الإنتاج وتحسين مستويات الإنتاجية على مستوى المستثمرات الحالية، تحقيق التنمية المستدامة ومتوازنة قائمة على استغلال الرشيد والعقلاني للموارد الطبيعية المحددة على مستوى هذه المناطق، اتخاذ إجراءات وتكييفها مع الظروف الخاصة بكل فضاء ومنطقة. تلكم هي التوضيحات التي أردت إفادتكم بها في هذا الموضوع. أشكركم على كرم الإصغاء والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا، وأحيي الكلمة إلى السيد أحمد طالب عبد الله للتعقيب، فليتفضل. شكرا سيد الوزير على التوضيحات. الواقع إذا كان الرهان على الفلاحة الصحراوية فهو المقصود به سيد الرئيس توفير الأمن الغذائي، بالتالي يطمح الساكنة أن تكون هناك مشاريع كبرى على غرار المحروقات، مشاريع كبرى تابعة للدولة سواء كانت عمومية أو في مجال الشراكة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين والفلاحين الصغار الذين هم تقريبا اللبنة الأساسية. لابد سيد الوزير إعادة النظر في مدونة الدعم خصوصا في الكهرباء لأنها على التسعيرة القديمة منذ سنوات، بالإضافة إلى تشجيع في إطار الانتقال الطاقوي تشجيع الطاقة الشمسية بدعم الفلاح، وأيضا البنوك سواء بدون فائدة على الأقل باش يقدر نمشوا في هذا الإطار تاع الطاقة أو الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى الأسمدة. الأسمدة اليوم راهي تعرف ارتفاع، وخصوصا الضريبة على القيمة المضافة تزيد ترفع من قيمتها، وأيضا لا يمكن أن نساوي بين من ينتج فلاح زراعات استراتيجية كالقمح وإلى غير ذلك مع من ينتج الخضروات. ونتمنى أن الوزارة تأخذ في الحسبان المنتجات العضوية أو ما يسمى بالبيو، وعندنا تجربة في الكومبوست إلى غير ذلك. نقطة أساسية أيضا تعرقل السير الحسن لهذه العملية وهي تسوية العقار الفلاحي مع التطهير، بالإضافة إلى توسيع صلاحيات البنوك المحلية من أجل التكفل بالراغبين في هذا الاستثمار. وأهم نقطة هو لابد من إنشاء مركز أو مرصد للبحث والتطوير، الغاية منه وهو تحديد المناطق، لأن المناطق الصحراوية مش متشابهة، مختلفة، فيها اللي يصلح للزراعة الاستراتيجية وفيها اللي يصلح للنخيل، وبالتالي نستطيع عندما يصلح للنخيل رب العالمين روحوا قالوا وجعلنا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا صدق الله العظيم. يعني كاينه مناطق اللي فيها الرياح ومناطق جافة استعملنا بطريقة أننا شكرا سي أحمد طالب. وتعقيب للسيد الوزير الفلاحة والتنمية الريفية. سيد الرئيس، على الاهتمام والإثراء هذا النقاش وهو محق، وأنا أشاركه في هذه الاهتمامات. وبودي باش نذكر باللي مخطط القطاعي الذي اعتمد في برنامج الحكومة لتدعيم وإنجاز التزامات السيد رئيس الجمهورية والتي تم اعتماده على مستوى البرلمان فيه نقاط تتقاطع مع اهتمامات السيد النائب، وخاصة في تدعيم الزراعة الصحراوية وإجراءات لأجل تفعيل وعصرنة قطاع الفلاحة بصفة عامة واستغلال جميع الظروف الطبيعية من طاقات متجددة خاصة الشمس والرياح، وحتى استغلال بعض الطاقات على مستوى المزارع على بيوماس، وهذا همنا اليوم لأجل استغلال هذه الموارد الطبيعية استغلال أمثل ومستدام خاصة قضية المياه. نحن نشتغل مع شركائنا في قطاع الموارد المائية لأجل استغلال أمثل ومستدام، وخاصة توجيهها بصفة أولوية إلى الزراعات اللي عندها طابع استراتيجي وأولويات التي ذكرتها كالحبوب
والذرة والحليب وحتى السكر وبعض المنتجات التي تنهك الخزينة من الواردات. وهذا ما جاء في التعليمات السيد رئيس الجمهورية هو اتخاذ هذه الزراعة الصحراوية